Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, مرحبا بكم فيديو جديد او درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. الا كنت انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي احمد زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش انك تابون تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني مؤخرا لوتي وصلوني بانكم ما تتوصلوش بلي فيديو، حاولوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو اللي تنحط هكا باش تستافدوا ان شاء الله الماكسيموم بوسيبل وديفلوبيو راسكم ان شاء الله اونيفو ديال لا لونغ فرونسيز. الو غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. بعد ما كنا شفنا واحد الافعال اللي هي مهمه، ديجا كنا شفنا لو فيرب بوفوار اي لو فيرب دوفوار. الا كنتو باقي ما شايفينهمش غادي تلقاوهم هنايا وغادي ولا تلقاوهم في الديسكريبسيون، سيروا تفرجوا فيهم حيت مهمين بزاف. اليوم غادي نشوفوا واحد لو فيرب اخر. هاد لو فيرب واحد فعل واحد يخول لي انني ندير مئات الجمل. كذلك بالنسبه للافعال اللي ديجا ذكرتكم اللي هو لو فيرب بوفوار اي لو فيرب دوفوار، غادي نشوفوا ان شاء الله الاستعمالات ديال هاد لو فيرب اللي هو فولوار، غادي نشوفوا وقتاش تنستعملوه والحالات اللي تنستعملوهم فيهم، اتفقنا؟ مع الصرف ديالو بطبيعه الحال في البريزون باش هكا يجيكم ساهل ان شاء الله وتبداو تستعملوه من اليوم ان شاء الله باذن الله. الوغ ركزوا معايا الله يخليكم، نبداو الدرس ديالنا باش نضيعوش الوقت. قلنا عندنا اليوم لو فيرب فولوار، فولوار المعنى ديالو هو الاراده. فعل الاراده او الرغبه، تقرا ما تقراش، مي تنقولوا له الاراده، نقولوا فولوار، تقنا فولوار. فولوار غادي نبداو ان شاء الله باول حاجه ديالو هي لا كونجيزون ديالو هي الاولى نكتبوها، عاد نكملو نقول لكم لي كان اللي تستعملوا فيها. نحاول نقسم السبوره على ثلاثه ديال المراحل ديال الاجزاء باش تجينا ساهله. الوغ تنقولوا جو فو، انا اريد، حيت قلنا الاراده، جو فو ولا يريد، جو فو انا اريد، tu veux، انت تريد، il ولا elle ولا on، حنا ما نكتبوش on، il هو il veut هو يريد، elle veut هي تريد، nous voulons نحن نريد، vous voulez انتم تريدون، il avec s ولا elle avec s veulent avec e n t à la fin. Je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, il ou la elle veulent. Et d'abord la conjugaison dit le présent. D'abord la conjugaison dit le présent. C'est le fichier de l'IA Saïba. Rakzoumay. La dîne chouk mouchallah l'istimalat dit le verbe vouloir. Le verbe vouloir, c'est un qu'est-ce qu'on juge de l'istimalat assassin. C'est un qu'est-ce qu'on juge de l'istimalat assassin. L'istimalat, هو d'abord le mana dit le verbe, c'est un qu'on هو فعل يريد. اتفقنا؟ يعني فاش تبغي تقول بغيت هادي ولا بغيت هادي ولا بغى هادي ولا بغينا هادي تنستعملو هاد لو فيرب. مي في الاستعمالات ديالو تيقدر يجي في جوج ديال الحالات، تيقدر يجي في الحالة الأولى هي تيكون عندي لو فيرب بلوس واحد لو فيرب آخر في الانفينيتيف، اتفقنا؟ فيرب تيجي لو فيرب فولوار ها هو زائد واحد لو فيرب اخر فاش في لانفينيتيف. هذا هو الاستعمال الاول. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. هذاك لو فيرب الثاني اللي تيجي ورا لو فيرب فولوار ما تيتصرفش، حيت حنا عارفين القاعده الا جاني الفعل الاول مصرف الثاني ما تيتصرفش. نعطيكم اكزومبل، مثلا تنقولوا باغ اكزومبل تنقول لك جو فو، مثلا ركز معايا، فواياجي، اريد ان اسافر، جو فو فواياجي. مثلا غادي نقول لك elle veut، لاحظتوا هنايا ها هي elle veut chanter، تريد الغناء، تريد هي تريد الغناء. مثلا nous voulons nous voulons apprendre la langue française. نريد ان نتعلم اللغه الفرنسيه، اتفقنا؟ اذا لاحظتوا هنا هانتوما شفتوا معايا تيجي لو فيرب فولوار مصرف، لو فيرب تيجي وراه فيرب ما مصرفش، عاوتاني لو فيرب مصرف فيرب ما مصرفش، لو فيرب مصرف فيرب ما عندها، لو فيرب فواياجي، لو فيرب شونتي، لو فيرب ابوند. كاينين بزاف ديال لي فيرب اللي يقدروا يجيو معاه ويمشيو لي مع الفعل ديال يريد. اريد مثلا
السفر، أريد الحديث، أريد مثلا الأكل، أريد الشرب إلى آخره، تقنع ولا ما تقنعش؟ يعني هنايا ما تيتصرفش هذاك الفعل الثاني اللي تيجي وراه، هنا زوينة تتخول لي أنني نقول أفعال، تنقول جمل ما لا نهاية ديال الجمل، تقنع ولا ما تقنعش؟ حتى تحفظ غير هذا الصرف هذا، مثلا جو فو بواغ، جو فو مونجي، تقنع ولا ما تقنعش؟ نو فولون أورغانيزي، أون فيت باغ إكزومبل، تقنع ولا ما تقنعش؟ جو فو إتيديي. Je, maintenant, tu veux, par exemple, tu veux regarder. 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 Tu نون تيجي معاه اسم ما تيجيش فعل تيجي معاه اسم مثلا نعطيكم اكزومبل مثلا تنقول لك جو فو ان كافي جو فو ان كافي اريد قهوه جو فو ان كافي جو فو ان كافي اتفقنا اريد قهوه الى لاحظنا هنا شنو جا وراه ما جاش فعل هنا راه جا اسم اتفقنا كمل لي هذاك لو فيرب اللي عندي ديجا مثلا تنقول لك tu veux مثلا une voiture مثلا tu veux une voiture تريد سيارة تريد سيارة الى لاحظنا هنا تنجيبو هاد لو فيرب هذا بكل بساطة اتفقنا ولا متفقناش الوغ الاستعمالات الأساسية ديال لو فيرب هذا فعل يريد تنستعملوه كاينين جوج الحالات اللي يقدر يكون يقدر يكون هو مصرف تيجي معاه فيرب في الانفينيتيف ما مصرفش يقدر يجي هو مصرف ولكن تيجي معاه غير انو يعني كاينين جوج الاستعمالات الاساسيه ديالو يقدر يجي معاه اسم ويقدر يجي معاه فعل لا كونجيكاسيون ديالو جو فو تو فو ايل ال فو نو فولون فو فولي ايل و ال افيك اس فو تقنا لو بارتيسيپ باسي ديال هاد لو فيرب لو بارتيسيپ باسي ديال هاد لو فيرب هو هذا فولو مثلا الا بغيت نصرفو في الباسي كومبوزي ديال الان اردت تنقول لك جي فولو اتفقنا عاوتاني يقدر يمشي معاه مثلا جي فولو فواياجي جي فولو مثلا اورغانيزي اون سواري الى اخره اتفقنا ولا متفقناش عاوتاني انت ركز معايا هذا لو بارتيسيپ باسي ديالو في سميتو في الفيتور راه ساهل او سي بلان بافي راه ساهل مكاينش حاجه اللي هي صعيب يعني عقل لي انت في الاول عقل غير على البريزون عقل الاستعمالات الاساسيه ديال هاد لو فيرب وراك لتكوين الجمل بكل بساطه ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه يكفي التركيز وكاين بعد شويه شي مرات نحتاجوا الحيل اكثر ما تحتاجوا اننا نكونوا عارفين بزاف ديال الحوايج غير الحيل اللي تيخولوا لي اننا نقدر نتواصل اننا نقدر نعبر بواحد لا فاصون اللي هي سامبل مي كوريكت نتمنى ان الدرس ديالو كان يكون الاعجاب ديالكم خليو لي دي كومونتير دي فيديو اللي بغيتو نديروه لكم ولا دروس اللي بغيتو نديروه لكم ان شاء الله مستقبلا على امل نلقاكم في فيديوهات جايه وفي دروس جايه تنقول لكم السلام عليكم.